قامت قوات الجيش البحري اليوم بتفجير صاروخ تحت مائي الذي يعود إلى الحرب العالمية الثانية بنجاح في عرض البحر، بعد سلسلة من الإجراءات الحذرة بدأت برفعه من مكانه ثم جره إلى الأعماق ثم تفجيره. فريق من الأخبار تابع منذ صباح هذه العملية. في مهمة كان الخطأ فيها ممنوعاً، أعطيت النصائح والتعليمات في لحظات أخيرة سبقت عملية التخلص من صاروخ تحت مائي تخفى لسبعين سنة أمتارا قليلة من شواطئ سيدي بوسعيد. انفجار أزدل ستار السكون على أعماق البحر عندما نفذت عملية التخلص من التوربيد الذي يعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية، لتستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة من مهمة جيش البحر التي بدأت برفع الصاروخ القابل للانفجار وسحبه إلى مسافة 20 كيلومتر داخل البحر للتخلص منه. عملية تفجير التوربيد نجحت ب 100%، كما ترون وقع من وضع أجسام مفرقعة على التوربيد ووضعها بعمق 20 متر في المنطقة هذه المؤمنة، وقمنا بتأمين كامل المنطقة البحرية بعمق 2000 متر على شعاع 2000 متر. التوربيد الذي عثر عليه منذ شهر جانفي وتم تأمينه حتى التخلص منه هو عبارة عن صاروخ تحت مائي يبلغ طوله 5 أمتار وقطره قرابة المتر، يحمل بداخله 350 كيلوغراما من المتفجرات ويبلغ وزنه الجملي قرابة 1.5 طن، ويرجح أن يكون للقوات البحرية الألمانية. وفي لي تام تاعك كيفاش وليت تو، فهمتني، مع تقدمت برشا في المائة، عندها 60 سنه ولا 70 سنه في المائة، دونك ما نجمش نعرفها بالضبط حسب الطول او حسب البوان تاعها، حسب بعد تكون مرشحه تكون المانيا. كما اتخذت قوات البحريه التدابير اللازمه لتجنب كل اضراره المحتمله على جميع الاصعده. بعدنا بها لبعيد هاك تشوف معناها بقعة براتيكمون خاليه، ما عادش فما لا فلايك لا حتى شيء، امنا حطيناها لهنا. تو لي بلونجور هبطوا اللوطه الغواصين عملوا يحطوا لها الاشارج اكسبلوزيف نتاعها، جوست ابري فما دي بتي زاباري كي ديفيوز لولتراسون باش يهربوا الحوت، مش هكاك ما يقعدش فما حوت هنا حفاظا على الثروه السمكيه وعلى البيئه. بعد سباقهم ضد الزمن منذ العثور على التوربيد في شواطئ سيدي بوسعيد، تمكنت قوات الجيش البحري اليوم من تفجير صاروخ 70 سنة والقابع في سواحلنا منذ الحرب العالمية الثانية، متفادين بذلك خطره على العباد وأيضا على الثروة السمكية للبلاد. حنان طاهري، التلفزة الوطنية الأولى، من المياه الإقليمية التونسية.